السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين وأصدقائنا وينما كنتوا في برنامج أحلى صباح، ونقول صباح الخير وصباح الكلمة الطيبة وصباح الهمة العالية، بداية أسبوع موفقة للجميع. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا وأصدقائنا، بداية جديدة وأسبوع جديد إن شاء الله يكون، أو تكون هذه البداية بداية خير إن شاء الله علينا وعليكم. أحب أذكركم في البداية ابتسموا، واللي مربط الحزام يربط حزام الأمان، إن كان يسمعني الحين الكبير والصغير، وإذا في واحد مربط حزام الأمان في السيارة اللي يسمعني الحين ذكره يربط حزام الأمان. ومع حكمة الصباح تقول بالتأني تدرك الفرص، هذه الحكمة تدل على الصبر والتأني وفوائده والصابرين ومراتبهم، وثمرة النجاح طبعا تأتي من الصبر الطويل. اصبر اصبر تنل، والتأني طبعا من الرحمن والعجلة من الشيطان. وبعض المعلومات أصدقائنا مثل ما عودناكم، أول معلومة أعطيكم إياها اليوم، تعرفون أن الأفيال تمشي على رؤوس أصابع أقدامها لأن الجزء الخلفي لا يحتوي على أي عظام بل شحم خالص. وهل تعلمون أصدقائنا أن النعامة ما تدفن رأسها في الرمال هربا من الخطر بل بحثا عن الماء؟ وهل تعلمون أن النمر ليلي، أي أنه ينشط كثيرا في الليل؟ صباح الخير فاطمة. صباح النور عبد الله. شلونك فاطمة اليوم؟ الحمد لله. كيف أصبحنا وأصبح الملك لله، كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله طيب، كيف حالك أنت؟ الحمد لله بخير، وطبعا نتمنى كل أصدقائنا يكونون بخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة. اليوم راح نتكلم عن نعمة عظيمة وهي نعمة الكلام، وأكيد للكلام آداب عديدة، وهذه النعمة طبعا نشكر الله سبحانه وتعالى، ولازم نعرف كيف إحنا نستخدم هذه النعمة. المهم أن الكلام اللي نقوله في حياتنا يكون مفيد، والكلام الطيب مع الجميع. عبد الله اليوم راح نبي نعرف من أصدقائنا شنو آداب الكلام والحديث، وأنا متأكدة أن كل أصدقائنا يعرفون ما هي آداب الحديث. صحيح يا فاطمة، يمكن احنا دايما نقول لهم، يمكن حتى في بعض الحلقات دايما نقول لهم تشكر من شو تحب تقول حق معلمينك، مثل حلقة يوم الخميس مثلا. ففاطمة احنا نتكلم عن آداب الحديث، عن الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يمكن هي تكون كلمة أو شيء بسيط يمكن احنا حتى ما نلاحظه. يمكن احنا أبسط مثال أقدر أذكره الحين، كلمة شكرا، هذه من الكلمة الطيبة، تعتبر كلمة طيبة، وهذه الكلمة اللي احنا دائما نذكرها لكل شخص يقدم لنا أي معروف، يبذل أي جهد، يتعب عشاننا. لكن كلمة شكرا وغيرها من الكلام الطيب نبي نعرف من أصدقائنا. أكيد يا عبدالله، أيضا نضيف أن من أداب الكلام قول الصدق والكلام المفيد. ما نتكلم قبل الكبار، نتأدب لما نتكلم مع من هم أكبر منا. صحيح. ونتكلم أكيد بصوت منخفض وما نقاطع أو ما نقاطع حد. ما بيكمل ودي من أصدقائنا يشاركونا هذا الموضوع القيم، ونذكرهم عبد الله برقم التواصل. أكيد نتمنى مشاركاتكم معنا على 4-4-3-4-4-3-4-4، ننتظر مشاركاتكم. ومعانا سلمان، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك يا سلمان؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله دوم يا رب. سلمان ذكرني أي صف؟ صف سادس. صف سادس، أي مدرسة؟ أحمد بن منصور. سلمان، إحنا اليوم نتكلم عن آداب الحديث، وما شاء الله عليك صف سادس، معناته ما شاء الله كبير، صح؟ صح. زين يا سلمان، قل لي شن هي آداب الحديث؟ إذا حد سأل سلمان، سلمان شن هي آداب الحديث للمسلم؟ يعني أول شيء قبل ما أتكلم ما تم الكلام. جميل. وأكون طيب في الكلام. جميل، يكون كلامك طيب. جميل، انزين سلمان، سؤال، اذا مثلا حد قال لك السلام عليكم ايش راح تقول له؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته، وعفي عليك يا سلمان. الرد التحيه افضل من طبعا التحيه اللي هي تحيه السلام. شكرا يا سلمان على هذه المشاركه الجميله، وان شاء الله دائما تتواصل معنا. الله يحفظك، مع السلامه. مع السلامه. ومعنا أحمد، صباح الخير يا أحمد. حلو، شونك يا أحمد؟ خير الحمد لله. أحمد في أي صف؟ صف ثالث. في أي مدرسة؟ جوعان بن جاسم. جوعان بن جاسم، أحمد؟ نعم. سمعت موضوعنا اليوم؟ إيه. عن شنو نتكلم؟
الكلام. على الكلام وأداب الحديث وأداب الكلام، صح يا أحمد؟ صح. زين أحمد قل لي شنو أداب الحديث؟ شنو تعرف من أداب الحديث؟ إذا أحد يتكلم من الكبار إحنا ما نرادده، يعني ما نتكلم. عفية عليك. وبعد؟ وإذا في الصف نرفع يدنا. إذا بتتكلم ترفع يدك قبل ما تتكلم، صح؟ مع المعلم. عفية عليك، عفية عليك يا أحمد. زين لو مثلا خلينا نقول شخص عطاك شيء أو قدم لك خدمة، شي تقول لي يا أحمد؟ شكرا. شكرا، عفية عليك يا أحمد، وشكرا على هذه المشاركة الجميلة معانا يا أحمد، وإن شاء الله دائما تتواصل معانا. زين؟ زين. شكرا يا أحمد، الله يحفظك، مع السلامة. مع السلامة. ومعنا لولو، صباح الخير يا لولو. صباح النور. شلونك يا لولو؟ زينة. لولو في أي صف؟ في صف أي صف؟ فايف إي. صف خامس يعني. أيوة. إنزين لولو في أي مدرسة؟ كامبريدج. كامبريدج. لولو سمعتي موضوعنا اليوم؟ أيوة. إنزين إحنا اليوم نتكلم عن الكلمة الطيبة أو أداب الحديث. قولي لي شنو تعرفين من أداب الحديث والكلام الطيب؟ يوم أحد كبير يتكلم ما يصير نتكلم وراه، وما يصير نقاطع بعد، صح؟ صح. إنزين إذا خلص حديثه ونبي نتكلم مثلا، نبي نرد عليه، نبي نقول له شيء، نستأذن منه نقول له ممكن أنا أرد عليك، ولا على طول ندخل نرد عليه؟ نرد عليه. نستأذن منه عقب نرد عليه، صح؟ نعم. عفية عليك يا لولو. زين يا لولو في المدرسة، في المدرسة في الصف لما تبين تشاركين، تشاركين بدون ما ترفعين يدك، ولا لازم نرفع يدنا ونستأذن أول؟ لازم نرفع يدنا. لازم نستأذن أول من المعلمة، صح؟ إيوه. عفية عليك يا لولو. ودائما إحنا نقول الأداب الحديث، إحنا لما ما نعلي صوتنا على اللي أكبر منا، نحترم اللي أكبر منا، ونستأذن قبل أن نكلم اللي أكبر منا، وما نقاطعه هو يتكلم، صح يا لولو؟ صح. عفية عليك يا لولو، وشكرا على مشاركتك الجميلة معنا، مع السلامة. مع السلامة. ومعانا يوسف، نقول السلام عليكم يا يوسف. السلام ورحمة الله. يوسف ممكن تطفي الراديو تسمعني من التلفون، ممكن؟ أوكي. يلا أنطرك، إذا سكرت قل لي. أوكي يلا. خلاص؟ أي خلاص. شكرا يا يوسف. يوسف شلونك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله دوم يا رب. ذكرني أي صف يا يوسف؟ ثالث. صف ثالث، أي مدرسة؟ بجيب الأطفال. إنزين يوسف إحنا اليوم نتكلم عن آداب الحديث، والإنسان لازم يكون طبعا خلينا نقول حديثه فيه أدب، صح؟ كلامه. صح. إنزين يوسف، هل الإنسان اللي كذب دائما هل هذا يتصف بأداب الحديث؟ لا. إنزين مفروض شو يكون؟ مفروض الإنسان شو يكون؟ العكس. إنه ما يرفع صوته على الأكبر منه. عفية عليك. إنزين الكذب، الكذب شنو العكس؟ مفروض يكون شنو؟ صادق. صادق، عفية عليك. تبي أسمع منك الكلمة هذه، أن يكون إنسان صادق، صح يوسف؟ صح. إنزين يوسف إيش رأيك في الطلاب اللي دايما إذا بنتكلم عن أداب الحديث في المدرسة، إيش رأيك بالطلاب أو نصيحتك للطلاب اللي دايما يقاطعون زملائهم؟ أرفع يدي قبل الكلام. ما شاء الله عليك، عفية عليك يا يوسف، ترفع يدك هذا أيضا من أداب الحديث. وأبي أسألك بعد يا يوسف، ما شاء الله عليك، إيش رأيك أو شنو نصيحتك للطلاب اللي دايما يقاطعون زملائهم والمعلمين، شو تقول لهم يا يوسف؟ لا تقاطعون المعلم. ليش؟ عشان؟ عشان تفهمون الدرس. ليه؟ تفهمون الدرس، عافية عليك. وعشان نحترم المعلم وأيضا الزملاء، صح يوسف؟ صح. عافية عليك يوسف، وشكرا على هذه المشاركة الجميلة معنا، الله يحفظك، مع السلامة. صح. ومعنا فاطمة، صباح الخير يا فاطمة. صباح النور. شلونك يا فاطمة؟ الحمد لله طيبة. فاطمة في أي صف؟ في صف ثاني. في أي مدرسة؟ مريم بنت عمران. مريم بنت عمران. فاطمة؟ احنا اليوم نتكلم عن الكلمة الطيبة وعن آداب الحديث. فاطمة شو تعرفين عن آداب الحديث؟ ان اقول الصدق ما اكذب على الناس. عفية عليك. وبعد؟ عطينا مثال يا فاطمة، اي مثال. اني احترم الكبير ما اصرح. عفية عليك، ما نعلي صوتنا على اكبر منه، صح يا فاطمة؟ زين فاطمة في المدرسة، أنا بعطيك مثال قولي لي هالمثال صح ولا غلط. في المدرسة لما المعلمة تتكلم، قبل المعلمة تخلص كلامها أنا أقاطع المعلمة وأرد عليها أو أجاوب، هل هالشي صح ولا غلط؟ لا ما يصير، لازم لما تخلص كلامها نجاوب. زين لما تخلص كلامها نجاوب، يعني نجاوب بدون ما نستأذن، ولا لازم نرفع يدنا ونستأذن؟ لا لازم نرفع يدنا ونستأذن. عفية عليك يا فاطمة، هاي هو الشيء الصح. زين فاطمة شو تقولين حق أصدقائنا اللي يسمعونش الحين، اللي
يقاطعون زملائهم الطلاب أو حتى المعلم أو المعلمة، شو تقولين لهم؟ إنكم تحترمون الكبار وما تعلون صوتكم عليهم ولا تكذبون. بارك الله فيك يا فاطمة، وعفي عليك، وشكرا على هذه النصيحة، ومع السلامة يا فاطمة. مع السلامة. ومعانا ميس، نقول صباح الخير يا ميس. صباح النور. شلونك يا ميس؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، إن شاء الله دوم يا رب. ميس أي صف؟ ثالث. أي مدرسة؟ ريتل أكاديمي. أنزين يا ميس، إحنا اليوم طبعا نتكلم عن آداب الحديث، وأكيد كلكم أصدقائنا ما شاء الله تتصون خلينا نقول آداب الحديث. ميس؟ نعم. راح أعطيك موقف، قولي لي إيش راح تسوي لو أنت في هذا الموقف؟ إذا مثلا أخطأتي في مثلا حق شخص، شو تقولي؟ أصفع في عليك يا ميس، وهذا طبعا الاعتذار من أداب خلينا نقول التعامل أيضا والحديث. إنزين يا ميس، ولو كنتي مثلا في البيت وكنت محتاجة خلينا نقول شيء من حد أكبر منك، هل يعني تقولينه بصوت عالي أو كيف تطلبين الطلب؟ صوت واطي. عفي عليك، واطي ومؤدب صح؟ صح. إنزين يا ميس، ما شاء الله عليك شاطرة. إذا كنا في المدرسة وكنا في الفصل، كيف نتعامل مع الزملاء زميلاتك؟ كيف نتعامل معهم عشان نكون بالفعل يعني طبقنا آداب الحديث؟ أعطيني مثال. باللطف. عفي عليك، يعني دائما عاملهم باللطف، وإذا احتاجوا شيء منا زميلتي احتاجت شيء، هل أعطيها ولا أقول لا مو بلازم؟ تعطينهم. عافية عليك جميس، وهذه طبعا من التعاملات اللي احنا دايما نقول حث ديننا العظيم عليها. شكرا يا ميس على هذه المشاركة الجميلة معنا. عادي أخوي يسألك. أكيد عادي، عطيني أخوك. شكرا يا ميس. ألو ألو ألو، السلام عليكم. لا. من معاي؟ ريان. من معانا؟ ريان. اسمك ريان صح؟ ايه. ريان شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله دوم. ريان اي صف؟ بريسكول. الصف الثالث. الصف الثالث؟ بريسكول. انزين، كي جي ولا اول؟ اي مرحلة؟ كي جي ون؟ كي جي. ما شاء الله عليك يا ريان. ريان بسألك سؤال. نعم. كيف نتعامل مع اللي اكبر منا، سواء امنا وابونا؟ شنو المفروض نتعامل معهم؟ نعلي صوتنا عليهم؟ الاحترام. عفية عليك يا ريان، ما شاء الله عليك، جاوبت إجابة صحيحة. نحترم أمنا وأبونا وأخواننا سواء الكبار ولا الصغار، لأن طبعا ضروري أن إحنا أيضا أداب الحديث نبدأ من البيت. شكرا يا ريان على هذه المشاركة الجميلة معنا. مع السلامة. مع السلامة. ومعنا كريم، صباح الخير يا كريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معنا كريم. اي كريم، شلونك؟ تمام الحمد لله. كريم في اي صف؟ خامس. في مدرسة؟ النور للغات. كريم. الو، سمعت موضوعنا اليوم؟ اي. عن شنو نتكلم؟ عن أداب الكلام. عن أداب الكلام وأداب الحديث. قل لي يا كريم، شنو تعرف من أداب الحديث؟ لو اثنين كبار يتكلمون ما أتدخل في الكلام. عدم مقاطعة. عفية عليك يا كريم. وبعد لما أكون راكب السيارة وأبوي يتكلم مع حد، ممنوع أتكلم معه وهو يتكلم. عفية عليك، عدم المقاطعة أيضا. ما تقاطعه ولي أمرك. زين، لو أبوك كان يتكلم معك، ممكن فيش مثلا يتكلم معك، ليش درجاتك نازلة يا كريم؟ تعلي صوتك عليه؟ لا. عفية عليك. زين، في المدرسة تقاطع المعلم؟ لا. ليش ما نقاطع المعلم؟ من أداب الحديث. من أداب الحديث إن إحنا ما نقاطع المعلم، وعشان حتى أنا أركز يا كريم وأنت تركز وكل الطلاب وكلنا نستفيد، صح يا كريم؟ أرفع يدي عشان أقدر أجاوب. عفية عليك، لين ما هو يسمح لك تجاوب تجاوب، إذا ما سمح لك تجاوب يعني تنتظر، صح يا كريم؟ صح. عفية عليك يا كريم، وشكرا على مشاركتك الجميلة معنا. أختي تشارك؟ ممكن أختك تشارك، عطني أختك يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ جنى. في أي صف؟ صف رابع. في مدرسة؟ مدرسة النور. جنى؟ نعم. سمعتي أداب الحديث اللي قالها كريم أخوك؟ أيوة. إذن قولي لي، شنو أنت تعرفين غير هذه الأداب؟ لما حدا يتكلم لا نرفع يدنا. لازم نرفع يدنا مثلا لما المعلم يتكلم عشان نجاوب، صح؟
إيه. زين إذا أنت رفعتي يدك الجنة والمعلمة ما قالت ليش تفضلي المعلمة ما قالت ليش تفضلي جاوبي تجاوبين قبل ما المعلمة تسمح لك؟ إيه. تجاوبين قبل ما المعلمة تسمح لك ولا تنتظرين لما تقول تجاوبي؟ لا. تنتظرين لما تقول تجاوبي صح؟ إيه. عافية عليك يا جنة وشكرا يا جنة على